هنا مرض خطير فتاك وقع فيه كثير من الناس، وهو البحث عن عيوب الآخرين والغفلة عن عيوب أنفسنا. فكثير من الناس يركز على عيوب الآخرين وينسى عيوبه، يركز على عيوب الآخرين وينسى عيوبه. وكما قيل: يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. يكون هو قد غرق في أخطاء وذنوب ومعاصي إلى مشاشة، لكنه لعدم توفيق الله له، وهذا من استدراج الله عز وجل للعبد أنه لا يدرك عيوب نفسه. فإذا رأيت الرجل لا يدرك عيوب نفسه فاعلم أنه غير موفق وأن الله يستدرجه. والموفق من تنبه لعيوب نفسه وحرص على إصلاح عيوب نفسه واهتم بعيوبه دون عيوب الآخرين. والمخذول الذي قد استدرجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يلتفت إلى عيوب الآخرين وينسى عيوبه.